والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دخلنا في رمضان وزي ما انتم كل تعرفوا الوطة غالية والشعب تعبان، شعب ما قدران يلقى المعطرون بسكر، شعب ما قدران يلقى المعطرون صافي. اللحم قاسي والبصل والدهم والدهن والتوم، الحاجات كلها غالية في البلد، ما لا في بلدنا، ما لا الأسعار زايدة. أي ما كان رمضان جاء الغلا في السوق، والبلدية بتراغب ما بتهج شيء، والوزراء بتراغب وما بتهج شيء، حتى الماشية اللحم اللي بيذبحوه في البلد ده اللحم قاسي. عندنا إبل وعندنا بغر وعندنا أغنام، وكل الحياة غالية للمواطن. مفروض في رمضان تحس الحكومة بالظروف اللي احنا مارين بها، كل الحاجات غالية. أبشي صار مندو فيا أنجمينا ماو، كل البلدان هنا تشات المعيشة غالية. دونك اليوم نتهجوا في اللغة، المعيشة غالية، حتى السكر اللي بيسوي به مديدة غالي، بيسوي كيف؟ الطماطم، المانجو، الحاجات اللي بتقوم في بلدنا تشاد وغالية. يا حكومتنا أرجوك تدخلي، قلت فحم ما في، حطب ما في، والغاز غالي، غاز ب500 ريال، اوف بمرق ما بيابش ب200 ريال، طفل صغير ما يقدر ياكل. ارجوكوا سويتوا فوقنا، الحياه غاليه، ارجوكوا اتدخلوا، الحكومه تدخلي. اي ما يوم نشوفوكم مساعدات، وين المساعدات للشعب؟ فحم بقى ما في. ارجوك يا سيد الرئيس، الجمهوريه الرابعه، فكر للاوين تعبانين، الاوين تعبانين يا سيد الرئيس، الأوين تعبانين، حطب ما في، وفهم غالي، وغاز ما في، ما مليان غاز ب500 ريال، 43 بكمي. الظروف غالية فوقنا، ظروفنا غالي، ليه؟ عشان ده فكروا فوقنا، فكروا مش فوقنا.